السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. هل ورد على الصحيح أنه قال، ارفع صوتك يا حبيبي الله يغفر لك. هل ورد على الصحيح أنه قال الكذب على الكذب صدقة، وما حكم التكبر على كل حاجة؟ على كل حال، أنا سمعت طشاشة من القول دوي صوت، ولا أفقه ما قلت إلا أنني قد أخمن أنك تسأل عن الكبر على المتكبر صدقة، ليس بحديث. شكرا.